بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا ان شاء الله تعالى على ما هو مقرر في هذه الدوره بدراسه منهج السلف. نترك الكتاب اخواننا، الكلام ممنوع. لماذا ندرس التوحيد؟ في الدرس الماضي أخذنا لماذا ندرس التوحيد، الآن هنا لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا؟ ما السبب؟ أخواننا اتركوا الكتاب يا شيخ، أستاذ اتركوا الكتاب، خليك معي، الله يبارك فيك. نعم، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، ولهذا ندرس التوحيد والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندرس الفقه. إخلاص ومتابعة، إخلاص لهذا ناخذ كتاب التوحيد، متابعة لهذا ناخذ منهج السلف. سبب الدراسة لهذا الكتاب نصيحة العلماء، ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى سار فيه على ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. هذا من أحسن الأدلة، كتاب مختصر واضح سهل يبدأ به الطالب. كما تقدم معنا أن الكتب عندنا يعني أقل شيء نقرأ فيها المقدم والفارس، وسنقرأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس المقدم والفارس. نريد نتصور الفقه تصور كامل مجمل. الفقه على ماذا يحتوي؟ ينقسم الفقه إلى قسمين: عبادات، معاملات. معاملات يلحق بها أشياء تأتي بإذن الله تعالى. العبادات ما هي؟ أركان الإسلام. ونضيف الأركان الإسلام الجهاد. أصبح هذا هو القسم الأول. القسم الثاني معاملات، سيأتي معنا البيع والتجارة والرهن والأطعمة والأشربة والأشياء. تأتي بإذن الله تعالى معاملة. المؤلف يؤلف لمن؟ لك. تحتاج ماذا؟ على الذي تحتاجه يقدم له. قلنا يقدم، لابد يقدم العبادات. خلقنا لهذا، قدم العبادة، لا إشكال في هذا أبدا. ثم يأتي المعاملات. المعاملات تحتاج أول ما تحتاج إلى ماذا؟ للنكاح؟ لا، تحتاج أول ما تحتاج إلى البيوع، تبيع وتشتري. حصل لك مال قليل، إيش تصنع؟ يبحث عن الزوج، يأتي النكاح، صحيح؟ الصداق، العشرة، كذا. طيب تزوج، باع واشترى، وتزوج، يأتي الأولاد، تربية الأولاد والعشرة وكذا. ثم بعد هذا تأتي الخصومة، تخاصم مع الزوجة الآن، يأتي ماذا؟ طلاق. يأتي بعد كتاب النكاح يأتي الطلاق. طيب جاء الطلاق، عدد، استبراء، لعان، كذا كذا كذا. كلا إن الإنسان ليطغى أن طغى واستغنى. ثم بعد هذا إيش يصنع؟ يبدأ يتعدى، صحيح؟ تعدى جنايات، ضرب أبو الزوجة مثلا أو كذا، هي نعم جنايات. والجنايات تحتاج بعدها إلى ماذا؟ إلى قضاء، حدود، صح؟ هي نعم. ثم بعدها يعني تأتي التوبة وكذا، والحمد لله. ويختم العلماء رحمهم الله تعالى الكتب إما بالإقرار أو بالعتق، كتب الفقهاء. نحن نتكلم الآن عن الفقه. يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى كتب الفقه بكتاب طهارة. لماذا؟ عبث؟ لا، أراد أن تطهر الباطن قبل أن تطهر الظاهر. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالتوحيد. ما تقبل العبادة إلا بها. كل عبادة، أي عبادة، أول شرط من شروط أي عبادة ما هو؟ الإسلام، التوحيد. إذن يبدأ العلماء رحمه الله تعالى بأركان الإسلام، بالعبادات. وأول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله. أراد أن تطهر الباطل قبل أن تطهر الظاهر.
إنسان مسجون مقيد، تطهر قال لا استطيع، توضأ لا استطيع، اغتسل لا استطيع، استقبل القبلة لا استطيع، تنزه من البولغات قال لا استطيع، استقبل القبلة لا استطيع، كذا لا استطيع، تسقط عنه، تسقط عنه، لا استطيع رجل مقيد. أما الإسلام ما يسقط عنه، مفهوم؟ ولا يمكن يسقط عنه. تمام. إذن يبدأ العلماء بالطهارة حتى تطهر الباطن قبل الظاهر، ويختم العلماء رحمه الله تعالى إما بباب الإفراط أو باب العتق. الإقرار لماذا؟ تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بماذا؟ بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله. بدأ بالطهارة وختم بالطهارة، بدأ بالتوحيد ختم بالتوحيد. البخاري رحمه الله تعالى بدأ بماذا؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات، كتاب يا رجل، كتاب التوحيد آخر كتاب في كتاب الصحيح البخاري، الإيمان. إذن بدأ بالإيمان، بدأ الوحي صح، وبدأ الوحي بالتوحيد تمام، وختم بماذا؟ بكتاب. كيف قلت أول؟ ختم بالتوحيد، لأن التوحيد آخر شيء. لا، هو بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، مفهوم؟ أي نعم. إذن العلماء رحمه الله تعالى يختموا بأي باب؟ الفقه، الفقهاء، الإقرار، لأن من كان آخر كلام لا إله إلا الله، إقرار بلا إله إلا الله، صحيح؟ تمام. أو وهناك بعض الفقهاء يختم بماذا؟ بالعتق، حتى يعتق الله سبحانه وتعالى رقبة هذا المؤلف من النار. أيهما أولى؟ هذه أشياء يعني من باب التفاؤل لا إشكال فيها. أيهما أولى؟ العتق والإقرار، هاي أشياء. إقرار لماذا؟ لأنه هنا بعد هذا يكون في قبر صحيح، وأهول يوم القيامة وكذا، لكن العتق يكون يوم القيامة، فالختم في الإقرار أولى، مفهوم؟ أي نعم. طيب، على اعتبار الآن عندنا يعني هذا المتن، نقسم هذا المتن إلى قسمين: عبادات تتقدم، معاملات تتأخر، قسمين. العبادات أركان الإسلام الخمسة، نضيف إليها الجهاد. المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب مختصر، لم يذكر فيه الجهاد. إذن الأبواب الأولى ما هي؟ كتاب الطهارة، ثم الصلاة. الصلاة فيها الصلاة على الجنائز، وناسب أن يذكر هنا كتاب الجنائز، لأنه أكثر من أكثر ما ينتفع به الإنسان بعد موته أن يصلى عليه، صحيح؟ أي نعم. فأتي هنا الجنائز، ثم الزكاة، لا ما حد يجيبنا الآن، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد. انتهى القسم الأول، وقلنا يبيع ويشتري، بيع، إجارة، ربا، قرض، سلف، رهن، كذا، المهم. ثم بعدين نكاح، ثم طلاق، ثم عدد استفراح، جنايات، ثم حدود وقضاء وتوبة والحمد لله، مفهوم؟ سيقرأ الأخ جزاه الله خيرا يقرأ علينا الأبواب، نريد أن نتصور كتاب. يا إخواننا لا يلزم أننا يعني ندرس كل شيء ولا نترك كل شيء، نريد أن نتدرب يعني في هذه الليلة لو ضبطنا أبواب الفقهاء والله يعني صح كما حتى نعرف كيف ترتب كتب الفقه. ذكرنا الآن كيف يرتب كتاب التوحيد درس الماضي، الآن نريد نعرف كيف يرتب الفقهاء. نعم، بسم الله. بالله اللي يقرأ كذا استفتح يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البدايه نقدم لكم تمام خصوصا في معنى الشهادتين. تمام، معنى الشهادتين ذكرتها، اترك يا اخوان الكتب، امر واضح. نعم، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة الآن هنا بدأ الطهارة
تنقسم إلى كم قسم؟ الآن قلت لكم قسمين: طهارة حسية معنوية، طهارة باطن والطهارة الظاهر. طهارة الباطن واضحة وضدها الشرك، انتهى، وهي المقصودة ولا شك، تمام. الثاني طهارة حسية وتنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. الحدث أكبر أصل، والخبث النجاسة، بدن، بقعة، ثوب. احنا نقدر نتصور الكتب الآن. إذا كتاب الطهارة كم قسم الشيخ؟ قسمين: طهارة حسية، طهارة معنوية، طهارة باطن، طهارة ظاهر. طهارة الباطن واضحة، التوحيد، وضد التوحيد الشرك. طهارة حسية، طهارة ظاهر، تنقسم إلى قسمين: حدث أكبر وأصغر، وضوء، اغتسال، صح؟ نعم. وتيمم. وهنا طهارة، طهارة خبث، طهارة من النجاسة للبدن والبقعة والثوب. إذا في كتاب الطهارة سنذكر طهارة الباطن، التوحيد، الإخلاص، وسنذكر الوضوء والاغتسال والتيمم، صحيح؟ والمسح على الخفين والمسح على العمامة والجبيرة، صح؟ أي نعم. وسنذكر الأشياء النجسة، وسنذكر المياه، أنواع المياه، لأن الطهارة تكون بالماء وهو الأصل، أو بالتراب وهو الفرع. والماء ينقسم على الصحيح إلى قسمين: طهور ونجس. وسيذكر بإذن الله الآنية أن الماء جوهر سيال لابد أن يوضع فيه شيء. سيذكر الأواني، وسيذكر استعمال الذهب والفضة، واستعمال الفضة في الضبة في الآنية، وسيذكر الحيض والنفاس، صحيح؟ إذا هذا الكتاب عندنا كتاب الطهارة، سيذكر فيه الأشياء في الغالب، هذه الأشياء، صح؟ أبواب ترد معنا الآن هنا، مفهوم؟ إذا تصورنا الآن كتاب الطهارة، سيذكرها بإذن الله أشياء. نعم. باب الآنية، وقلنا لأن الماء جوهر سيء، نعم، ذكر الآنية، سيذكر لك الآنية سواء كانت للطعام أو للشراب، نعم. استنجاء، استجمار، استنجاء، استعمال الماء، واضح. استجمار، استعمال الحجارة، المناديل، الأوراق، الخرق، نعم. وأداء قضاء الحاجة، هذا الدين. يقول عنه ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة، لكفى أن يكون في هذه الشريعة الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، وأنه لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة. تكفي الشريعة واحدة، ما بالك عندنا أدلة أكثر منها. أي نعم. فمن هذه الأشياء آداب قضاء الحاجة، نعم. ذكرنا قلنا سيذكر الوضوء والمسح على الخفين لأنه من الوضوء، وسيذكر مع المسح على الخفين مسح العمامة والجبيرة، صحيح؟ نعم. وخمر النساء ونواقض الوضوء، نعم، لأن الوضوء سيذكر فيه شروط الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، سنن الوضوء، صفة الوضوء، نعم. الاغتسال، نعم، والتيمم كذلك، كتاب الصلاة، تمام. هو سيذكر أشياء، لكن هنا هذا الذي فارس يمكن أجمل بعض الأشياء، ما في إشكال، وجد الحيض وكذا، نعم. كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة نقسم الصلاة إلى قسمين: فريضة ونافلة، فريضة ونافلة. والصلاة سنذكر فيها بإذن الله تعالى شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة. وسيتكلم في الصلاة عن الفرائض والنوافل، سيتكلم عن الأوقات، الأذان، الإقامة، الجماعة، صحيح، المساجد، سيتكلم عن أشياء كثيرة. أطول باب عندنا دائما هذا الباب، الصلاة تتكرر 5 مرات، اجتماع، أمور كثيرة في هذه الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، حكم تارك الصلاة كذا. كل هذه المسائل ستذكر في كتاب الصلاة.
نعم. سأذكر أيضا ضمنا أشياء تذكر، السجود، سأذكر سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر، نعم سأذكرها الآن هنا لأنها ضمن الصلاة. وقلنا ضمن الصلاة عندنا من الصلوات الصلاة على الجنابة، وناسب أن يقدم هذا الكتاب كاملا، فقط كتاب الجنائز مع كتاب بعد كتاب الصلاة. نعم. صفة الصلاة. يقول صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة التيمم، صفة الاغتسال، صحيح؟ صفة الصيام لا، ما أحد يقول صفة الصيام. صفة الحج، صفة العمرة، نعم مفهوم؟ سيأتي لماذا إن شاء الله. نعم. تمام ذكرنا. ذكرنا وقدم الفريضة على النافلة، لابد هذا. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. سأذكر قلنا الجماعة والإمامة. نعم. باب صلاة أهل الإعذار. صلاة أهل الإعذار الذين يعذروا عن الجماعة. نعم. باب صلاة الجمعة. الآن سيذكر صلوات منها ما هو فرض ومنها ما هو نافلة، وبدأ يفصل الآن، بدأ بالجمعة ولم يبدأ بالعيدين مثلا. نعم. الآن بدأ بالعيدين، الآن ذكر العيدين بعد صلاة الجمعة. انتبه عندما يرتب، ترى هو يرتب لهدف لديه، كأنه يقول لك العيدين آكد صلاة من الصلوات النوافل. انتبه العيدين، وبعض العلماء يرى الوجوب للعيدين. نعم. طيب سأذكر بقية الصلوات الاستسقاء وكذا تذكر إن شاء الله. أنا لا أدري الفهرس هذا من خلاص امشي. نعم. إخواننا نحن نريد الآن نحن نفهرس، تقول سيذكر كذا وكذا بإذن الله، مفهوم؟ نريد تتصور أنت الكتاب. نعم. كتاب الجنائز قلنا ناسخ. سأذكر هنا تجهيز الميت. عندنا الميت الأحوال للميت ثلاثة، قبل وعند وبعد. قبل الوفاة وعند الوفاة تلقين وتغميض للعينين وشد لحييه وتلين المفاصل، صح؟ أي نعم. ووضع على ما سيبقى. وبعد هذا بعد الوفاة ايش نصنع؟ تجهيز التقسيل والصلاة عليه والدفن، مفهوم؟ ثلاث أحوال للميت، قبل الوصية والتذكير وكذا، عند تلقين وشد الحياة وتغمض عينيه وغيره، والبعد سيأتي. نعم سأذكر هذه الأشياء الثلاثة لك. نعم. كتاب الجنائز. كتاب الزكاة. زكاة فريضة ونافلة.